طب نبدأ بإيه؟ بالدوري الإنجليزي؟ أكيد طبعا. رأيك إيه في الماتشات دلوقتي اللي بتحصل؟ بعد كده عندي بعض النقاط كده أنا وكريم اللي عايزين نتكلم فيها، وهي برضه سوق الانتقالات اللي لسه مستمر تمام. ومصير كريستيانو وغيره، لأن طبعا ده بيهم مليارات، لو قلنا مش ملايين بس عشاق طبعا صحيح. يعني رونالدو اتفضل. يعني الدوري الإنجليزي طبعا بادئ كالعادة، يعني ما فيهوش جديد، بادئ قوي جدا من بالظبط بدايته. بالظبط، ده الطبيعي. هو يعني بداية الدوريات الأوروبية بالنسبة لنا بتبقى يعني حاجة كده بتظبط الدماغ، يعني احنا ايه في ظل يعني البطولات اللي احنا بنعيشها دي، المسابقات اللي احنا بنعيشها في مصر الغريبه طبعا اللي لسه اصلا ما انتهتش. يعني احنا النهارده هينتهي لسه في اخر اغسطس، والدوريات الاوروبيه بدات خلاص. يعني لما الدوريات لما الدور المصري ده العجيب الغريب ده لما يخلص هيكون خلص مثلا حوالي 5 اسابيع من الدوريات الاوروبيه. ما تفكرناش بقى يا استاذ محسن هنعمل ايه. فعشان كده يعني عشان كده بقول لحضرتك ان هي بتظبط دماغنا، دماغنا الكرويه طبعا اقصد. يعني فطبعا البدايه بالدور الانجليزي طبعا كان قوي جدا، وما حدش يقول مثلا ايه ده السيتي بادئ قوي وليفربول تعثر، الكلام ده مش موجود خالص في التعادل بتاع انجلترا. ليفربول كان لا لا، ما فيهوش اي متوقع مشاكل. يعني يكفي ان السنه اللي فاتت اخر جوله، بل مش اخر جوله بس اللي اتحدد فيها البطل، لا ده اخر 10 دقائق، ده اخر ربع ساعه اللي اتحدد فيها البطل صحيح بالمشهد الدراماتيكي اللي حصل في المباريات اللي اقيمت في وقت واحد. لكن طبعا يعني نقدر نقول اللي يهمنا طبعا محمد صلاح اكيد بيواصل طبعا للمره السادسه على التوالي في بيسجل في المباراه الافتتاحيه، وده شيء عظيم بيدخله طبعا التاريخ. ده رقم قياسي. بالظبط، كمان في سجل اهداف ليفربول نفسها، ان في فريق تاريخ ليفربول هو بيتواصل يعني ما يعني بيقرب من طبعا ايان رش، يمكن هو اكتر لاعب في تاريخ ليفربول مسجل 346 هدف تقريبا. لكن صلاح ان شاء الله جاي في الطريق يعني. ان شاء الله يعني، بس محتاج كم موسم كمان. يعني كانت ظاهره غريبه ان ارسنال بيكسب، لان ارسنال محب ارسنال كتير جدا في مصر، لكن هو للاسف فريق غريب يعني ما بيكملش، بيتغلب ماتشات غريبه جدا. يمكن الكوموكسات الانجليزيه بصراحه كان في كوموكس ظريف جدا لما هم كسبوا كريستال بالاس 2-0 وصعد لقمه الدوري الانجليزي، فكان الكوموكس ظريف كده قال لك هم اشبه وجود ارسنال على القمه اشبه بوجود الفيل على الشجره، ما حدش عارف طلع ازاي بس كله عارف انه هينزل. ف يا عيني على ارسنال زمان، ده كان ارسنال زمان ده بتتحسدوا يعني شنبات، طبعا كان طبعا من طبعا الفرق طبعا القويه جدا الحقيقه. طبعا كان في كمان انتصار لانديه لندن، تشيلسي كسب خارج ارضه على ايفرتون 1-0، وتوتنهام كسب 4، وارسنال كسب 2، فانديه لندن الثلاثه كانوا تفوقوا.